أعلى قد الحاف شعري أمد رجل البيت علي الشطر الأول وانت تكمل أو بعد ما أدري تقبل هالقصيدة شلون وهو أنت الرضا بس أنا مو دعبل شويعر جيتك بطرق الشعر مولاي بقصيدة ململمة وأبياتها تفشل رغم ما هي بمقامك لكن أدري بهاي الكريم مش ما تقول بدها يستقبل على قد الحاف شعري أمد رجل البيت علي الشطر الأول وانت اللي تكمل وبعد ما أدري تقبل هالقصيدة شلون صدق أنت الرضا بس أنا مو دعبل شوي عرجيتك بطرق الشعر مولاي بقصيدة ململمة وأبياتها تفشل رغم ما هي بمقامك لكن أدري بهاي الكريم مش ما تقول بمدحة يستقبل أنا لوجه الله كاتب وانت وجه الله لا أريد الجزاء ولاني متأمل بس عيني على ثوبك منه رايد خيط علق بزنوده شده وللحشر ما يفل وقنع بيه منكر من يريد جواب وماني يصير لي بقبري من ننزل وجواب منه ربك من نبيك شان خل الخيط يحجب دالي مسترسل ما شوي عرجيتك بطرق الشعر مولاي بقصيدة مململمة وأبياتها تفشل رغم ما هي بمقامك لكن أدري بهاي الكريم مش ما تقول بمدحة يستقبل أنا الوجه الله كاتب وانت وجه الله لا أريد الجزاء ولاني متأمل بس عيني على ثوبك من رايد خيط علق بزنودة شدة وللحشر ميفل وقنع بيه منكر من يريد جواب وماني يصير لي بقبر من ننزل أو جواب منه ربك من نبيك كان أخلي الخيط يحجب دالي مسترسل ما أمدح صفاتك لا بعدني بهاي أنا بهيبة ردائك عقلي متعطل من خيوط الشمس لو ريش جبرائيل من ياه اللي بيهن ثوبك تفصل تن من خيوط الشمس لو ريش جبرائيل من ياه اللي بيهن ثوبك تفصل تنفض جبتك منها ثواب يطيح بسد عبايتك يمكن ملك يختل دخيل عبايتك تنفض جبتك منها ثواب يطيح بسد عبايتك يمكن ملك يختل دخيل عمامتك صارت صلاة الليل إذا تجبل عليها النافلة تهلهل ترس طولك عبادة من الجدم للراس وحتى غبار خفك مصحف يرتل خلق الأملاك ربنا للرزق للريح وخلق مجموعة بس ببردتك تغزل وخلق مجموعة بس ببردتك تغزل يا سلطان الوجود الكل إلك يحتاج أو يا ناموس السما المستغني عن الكل إذا بيك احجي آيات وسور شي يزيد وإذا ما جيب طاري بمدحتك شي قل مثل طير وإجب من قارة شايل ماي وقطر على البحر ما تقل شي يذلل يا سلطان الوجود الكل إلك يحتاج أو يا ناموس السما المستغني عن الكل إذا بيك احجي آيات وسور شي يزيد وإذا ما جيب طاري بمدحتك شي قل مثل طير الإجة ومن قارة شايل ماي ويقطر على البحر ما تقل شي بلل إجيتك عيني صحرا وأنت وجهك غيث يا غيمة مي ورد وعلى البشر تهطل وصحت لله يا محسن ودق الباب على مدة ايدك اش ما تنطي متفضل واذا ترسل قليلك هم احس بهواي لان قيمة الشيء بقيمة المرسل او يحسدون البشر قالوا عدل كل بيت بيت بجنة الله بشعرك تحصل وانا القانع بملحق حتى لو ايجار بشرط بالجنة يمم الحسن انزل اجيتك عيني صحرا وانت وجهك غيث يا غيمة مي ورد وعلى البشر تهطل وصحت لله يا محسن ودق الباب على مدة ايدك اش ما تنطي متفضل واذا ترسل قليلك هم احس بهواي لان قيمة الشيء بقيمة المرسل او يحسدون البشر قالوا عدل كل بيت بيت بجنة الله بشعرك تحصل وانا القانع بملحق حتى لو إيجار
بشرط بالجنة يا أم الحسن أنزل، يا من بيك السلامة والظفر بيك، هنيال اللي نالك والظفر بيك، أوصفك بيش حاير والظفر بيك يساوي الدنيا وأشراف البلية. السلام عليكم ورحمة الله.